تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود. وقد أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بمفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها بوافر الخير واليمن والبركة، وأن يرفع جائحة كورونا عن بلاد المسلمين والبشرية جمعاء، وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.